أزمة مع البرلمان، وسبب هذا التأخير في بداية الجلسة لقد طلبت وزير الزراعة أن يأتي فلم يأتي. يقولون إننا في غنى عن فتح مزيد من الجراح في جسد مصر في هذه المرحلة الحرجة. يقولون إنه رجل بلغ من العمر 40 سنة. بفكره ان هو يعني عنده كان دايما مساحات حره، كان معانا في محمد محمود مثلا حتى تتحدث، لانه للاسف هذه اللغه اللي موجوده. السلطه القضائيه مصر هي طبعا زي ما بقول لكم مفتوح الانسان والاخلاق ولا يمكن. انتوا متخلفه بنت 60 كلب، انتوا داخلين على ضلمه.